بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده اول حد بعد حد عيد القيامه، الحد دوت اللي هو بنسميه حد ايه؟ حد توما. بنسميه حد توما وبنسميه كمان الحد الجديد، حد توما او الحد الجديد. لو شفنا كل القراءات النهارده اللي قريناها اكشلي من امبارح من العشيه لغايه النهارده، هنلاقي كلمة جديد اتكررت في كل قراية النهاردة من القرايات اللي احنا قريناها، اتكررت جديد. حد توما او الحد الجديد ده الكنيسة بتعتبره عيد، عيد من الأعياد السيدية الصغرى، عيد من الأعياد السيدية لأسباب كتيرة. ده الحد اللي إذا كنا بنقول الحد اللي فات خريستوس أنستي، المسيح قام، النهاردة اللي بنقول اليسوس أنستي، بالحقيقة قام، اللي أكد فيه توما قيامة المسيح. الحد اللي فيه زي ما بنشوف في القرايات النهاردة الحياة الجديدة اللي خدناها في القيامة، أخدنا مع القيامة حياة جديدة. إزاي أخدنا الحياة الجديدة ديت؟ تعالوا نشوفه في القرايات. مزمور عشية، مزمور 33 بيقول سبحوا له تسبيحا جديدا. في مزمور باكر سبحوا الرب تسبيحا جديدا، وفي القداس النهارده سبحوا الرب تسبيحا جديدا. تسبيحه جديده، اول سمه من سمات القيامه والفرح تسبيحه جديده. في قرايه البولس من افسس 4 قديس بولس الرسول بيقول ان تخلعوا من جهه التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. مع القيامة بنخلع الإنسان العتيق ونلبس الإنسان الجديد. في الكاثوليكون من رسالة معلمنا يوحنا الأولى الأصحاح الثاني بيقول أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، ما هو حق فيه وفيكم، أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء، من يحب أخاه يثبت في النور. وصية جديدة بيديها لنا. في الإبراكسيس بولس الرسول كان في أثينا بيبشر ومنتظر التلاميذ، ورأى المدينة مملوءة أصنام وما قدرش يسكت. بولس الرسول احتدت روحه فيه زي ما بيقول في سفر الأعمال، فبشرهم عن المسيح وبشرهم عن القيامة. راحوا جم قاموا من الفلاسفة بيقولوا له إيه ترى ماذا يريد هذا المهدار أن يقول؟ راحوا أخذوه لأريوس باخس وقالوا له هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ تعليم جديد، في تعليم جديد. وابتدى بولس الرسول يكلمهم، أنتوا عندكم مسبح مكتوب عليه إله مجهول، أنا هكلمكم عن هذا الإله الخالق السماء والأرض الذي لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيدي. وابتدى يكلمهم عن قيامته. مع القيامة النهاردة بنشوف جدة الحياة، الحياة الجديدة بنشوف فيها التسبيح الجديد، التعليم الجديد، الإنسان الجديد، الوصية الجديدة. وعشان نفهم الحياة الجديدة اللي احنا خدناها مع القيامة، لو جينا شفنا آدم بعد ما سقط وفسدت الطبيعة البشرية، ربنا عشان يحدد لينا منهج الخلاص قال لنا مش هينفع أصلح في الطبيعة البشرية غير بحاجة واحدة بس. ما ينفعش أجيب في ثوب عتيق أروح أجيب قطعة جديدة وأحطها على الثوب العتيق، ما ينفعش أجيب خمرة جديدة وأحطها في زقاق عتيقة. أم ربنا يصلح البشرية إزاي؟ قال إيه؟ لازم يموت الإنسان العتيق ويحيا الإنسان الجديد. ده اللي قاله شرحه لينا السيد المسيح لما قال ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ. القطعة الجديدة اللي هتتحط على الثوب العتيق هتاخد من الثوب العتيق دوت وابتدي يتوسع الخرق يبقى أسوأ. ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيق لئلا تنشق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدا في زقاق جديدة. ربنا كان منهجه في الخلاص يموت الإنسان العتيق ويحيا الإنسان الجديد. وعشان كده في حياتنا بصفة عامة هي حياة صلب وقيامة.
نتصلب ونقوم. اول صلب وقيامه خدناها كانت فين؟ في المعموديه، كان مدفونين معه في المعموديه، اتدفننا معاه، مات الانسان العتيق وقمنا معاه. ناو دلوقتي بقى في انسان جديد وبيعيش الحياه الجديده. وعشان الانسان دوت يستمتع بالقيامه ويعيش الافراح ديت بتاعت القيامه ويعيش الحياه الجديده ديت مع القيامه، الانسان لازم يكون ليه ثلاث حاجات، يكون ليه ثلاث صفات. وهنشبه الثلاث صفات دوت بانسان في حياته العالميه. لما يروح انسان للدكتور ويعمل التشيك اب، الفحص الدوري بتاعه، اول حاجه بيروح للدكتور، هو اللي بيروح وبيقول انا عاوز اعمل فحص دوري، والدكتور بيقول له روح اعمل التحاليل الفلانيه، وبعد كده يشوف التحاليل ويقول له انت عندك نقص كذا او زياده كذا وخلي بالك من كذا، ويدي له ارشاد. وبعد ما بيدي له الارشاد يروح ياخده، واذا كان في بريسكريبشن يروح يصرف الدواء دوت او يصرف او يمارس الارشاد دوت، ودوت اللي بيمشي فيه الانسان بصفه عامه. نفس التلات خطوات دولت او نفس التلات صفات دول او نفس التلات حاجات دولت الانسان الروحي لازم يكون عنده، يكون خاضع لفحص دوري، دي اول حاجه، ويكون خاضع لارشاد، ويكون خاضع لعلاج، خاضع لعلاج. فأي واحدة من دول ممكن الإنسان لو فشل إن هو يعرض نفسه على الدكتور للفحص الدوري مش هيعيش حياة القيامة. لو فشل إن هو ياخد الإرشاد، شاف الفحص وما سمعش للإرشاد يقوله زي ما يقوله مش هيعمل، برضو بيفشل إن هو يعيش حياة القيامة. ولو أخد الإرشاد وفشل في مرحلة العلاج برضو هيفشل إن هو يعيش حياة القيامة. الثلاث حاجات دولت اللي هم بنشوفهم في الحياة الروحية. أول حاجة الفحص الدوري اللي هو القلب القابل للفحص، يكون عندي قلب قابل للفحص عشان أعيش حياة القيامة على طول في حياة مستمرة. يكون عندي قلب قابل للفحص. في أخبار الأيام الأصحاح 28 بيقول الله هو الذي يفحص القلوب والكلى، وقالها أرميا، قال أنا الرب فاحص القلب ومختبر الكلى. وفي داود النبي في المزمور بيقول إيه؟ داود النبي بيدخل في مرحلة الفحص باختبار ذاتي، هو اللي بيروح لربنا وبيقول يا رب افحصني. فبيقول إيه؟ اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا. داود النبي رايح للدكتور وبيقول له انا عايز اعمل تشيك اب، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا. دي اول مرحله او اول صفه او اول خطوه الانسان بيشوفها عشان خاطر يدخل في مرحله يعيش افراح القيامه، يعيش جدة الحياة، يعيش الحياة الجديدة ديت. عشان أول حاجة يعيش في هذه الحياة الجديدة يكون دايما داخل في مرحلة الفحص ديت. إزاي أدخل في مرحلة الفحص؟ إزاي أتعلم أن أنا يكون قلبي دايما قابل للفحص؟ لأن الإنسان بطبعه ممكن أنا كويس، ما هو أنا هو بمشي وبتحرك وبصحى وبقوم وبشتغل، أنا كويس، مفيش داعي أن أنا أروح وأعمل فحص. في كذا حاجة بتحط الأضواء كده على حياتي، زي ما بيقول لنا داود النبي يا رب اختبرني. ربنا بيديها لنا رسائل كده، ربنا بيرشدنا ليها، حاجات ربنا بيوريها لنا عشان خاطر الإنسان يفحص ذاته. أول حاجة ربنا بيقول لنا بيدينا إيه؟ أول حاجة ممكن الإنسان يفحص بيها ذاته الكتاب المقدس، كلمة ربنا، كلمة ربنا. تعالوا شوفوا بولس الرسول في رسالته العبرانيين الأصحاح الرابع بيقول على كلمة ربنا إيه؟ إن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. مميزة أفكار القلب ونياته. أول حاجة ممكن
تساعدني ان انا افحص ذاتي، تميز افكار الشر اللي فيا، تديني النور على الحاجات الغلط اللي فيا كلمه ربنا. زي ما كده الواحد بيروح اول ما بيروح للدكتور، والدكتور يروح يقول له مثلا بعد الشر عنكم روح اعمل كات سكان او روح اعمل MRI عشان يشوف كل حاجه، عشان يفحص كل حاجه. MRI او الكات سكان دوت هو نفسه كلمه ربنا، هو ده اللي ربنا بيعمله بكلمته، هو ده اللي بيورينا ايه الصح وايه الغلط اللي في حياتي، وهل انا خاضع للفحص ولا لا. وديت اول حاجه ربنا بيديها لنا في القلب القابل للفحص، كلمته، كلمه ربنا. ربنا ممكن برضو يبعت لنا رسائل تانية مش بس عن طريق كلمته في الكتاب المقدس، عن طريق اخرين، عن طريق ناس، عن طريق ناس. وبنشوف الامثله ديت كتير في الكتاب المقدس، داود وشاول. يمكن لما نشوف قصه داود وقصه شاول نلاقي ان داود عمل خطايا يمكن اكتر من شاول، لكن داود كان خاضع بقلب قابل للفحص اكتر من شاول، بالرغم ان هو كان عمل خطايا اكتر، لكن هو كان قلبه قابل للفحص اكتر من شاول. نشوف لما على قد الخطايا اللي عملها صموئيل النبي بيروح لشاول، شاول لا يقبل الانتقاد ولا يقبل، وقاعد يدافع عن نفسه، مش قابل موضوع الفحص دوت، وعشان كده فشل من اول مرحله ان هو قلب قابل للفحص. لكن داود لما ربنا يبعت له ناثان ويحكي له القصه بتاعه الغنم، داود ما دافعش عن نفسه. اول ما قال له انت هو الرجل، قبل على طول وعرف ان دوت ليه، وقدر ان هو يفحص نفسه. الله بيرسل رسائل كتيرة عن طريق ناس، وممكن الناس دي تبقى ناس كويسة، وممكن حتى الناس دي تبقى ناس وحشة، يا إما أخيار يا إما أشرار. ممكن إنسان شرير ربنا يرسل رسالة لإنسان مسيحي عن طريق إنسان وثني، زي ما تشوف قصة يونان النبي. يونان النبي لما ربنا أرسل رسالته للبحارة الوثنيين وقالوا اليونان ما بالك نائم، قم صلي لإلهك، ما قالش ان انتوا وثنيين، ان انتوا ما تعرفوش حاجة عن ربنا، انا اللي اعرف ربنا، اعتبر ان دي رسالة من ربنا وقام وصلى. ربنا يرسل رسائل الفحص ديت عن طريق كلمته، عن طريق اخرين، ويرسل رسائل الفحص عن طريق الطبيعة، عن طريق حاجات تانية. حتى في قصة يونان نلقى ربنا بيرسل له رسائل عن طريق العاصفة، عن طريق الحوت، عن طريق اليقطينة، عن طريق الدودة، عن طريق الحر، عن طريق الطبيعة ربنا أرسل رسائل ليونان. لكن هل الإنسان دوت اللي بياخد كلمة ربنا، اللي بيسمع للآخرين، اللي بيشوف بيميز صوت ربنا في حياته، هل هو عنده قلب قابل للفحص ولا لا؟ دي كانت أول حاجة، اللي هي الإنسان اللي هو على طول خاضع للفحص، خاضع للفحص. الحاجة التانية اللي هو الإنسان الخاضع للإرشاد، خاضع للإرشاد، اللي هو يكون عنده قلب منكسر. برضو داود النبي في المزمور في توبته، لما قال في المزمور 50 في التوبة، قال القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله، وقال عن إن الذبيحة لله روح منسحق. القلب المنكسر أو القلب المنسحق مش القلب اللي هو بس متواضع لكن خاضع لإرشاد. يجي الطبيب يقول له مثلا، لما يجي الطبيب يقول له أنت عندك مثلا شرايين في القلب مسدودة، أو عندك مثلا زيادة في السكر، أو عندك غيره، الحزن على نفسه أو الـ 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 الإرشاد دوت يفجر في نفسه قوة ان هو عاوز يشفى، ان هو عاوز يتحرك، ان هو عاوز يعمل حاجة، ان هو عاوز يغير حياته، ان هو عاوز يغير اللايف ستايل بتاعته. لان عكس القلب المنكسر مش مهم، وايه الفارق، ما هو كده كده مش فارق معايا اي حاجة. ده عكس القلب المنكسر تلاقيه مش فارق مع اي حاجة. لكن قلب منكسر انكسار، مش يأس، مش قلب يائس، ما تلاهوش يحس باليأس ومش فارق مع اي حاجة، لا ده على طول يقوم ويبقى فيه قوة جواه ان هو يقدر يتحرك، وان هو يقدر يسمع للارشاد، يخضع للارشاد، ويقدر يعمل حاجه. اول حاجه قلب خاضع لارشاد، قلب قابل للفحص.
تاني حاجة قلب خاضع للإرشاد، وتالت حاجة قلب متوكل على الله، وديت اللي هو الإنسان اللي هو خاضع للعلاج، اللي هو ياخد العلاج ويعمله ويتوكل على الله. في المزامير برضو داود النبي بيقول إيه؟ عليك اتكل آباؤنا اتكلوا فنجوتهم، وبيقول يا إلهي عليك توكلت في أكتر من مزمور. توكل على الله. التوكل على الله طبعا غير التواكل، يعني التوكل على الله بعمل الدور بتاعي اللي أنا عديت بيهم المرحلتين الأولانيين، أعرض نفسي، أفحص نفسي، أقبل الفحص، وكمان أخذ الإرشاد، فأنا بعمل الدور اللي عليا، وبعد كده أتوكل على ربنا بنعمته، أطيع الوصية، أطيع الوصية. عشان كده لما الدكتور يقولي مثلا على أي طريقة للعلاج، أسمع لهذه الطريقة وأنفذها وأتكل عليها. في القلب المتوكل على الله نلقى فيه أمثلة برضو في الكتاب المقدس. لوط لما كان في سدوم وعمورة وربنا قال له اهرب لحياتك، لا تقف في الدائرة، اهرب لحياتك ولا تقف في الدائرة، عمل ايه؟ لوط كان عنده بنتين مش متزوجتين، والبنات التانية متزوجين. بناته التانيين اللي هما بناته اللي هما كانوا متزوجين اصهاروا لما قال لهم لوط ان سدوم وعمورة هتتحرق، بيقول كده في سفر التكوين، فكان مازحا في اعين اصهاره، كان مازحا في اعين اصهاره، تريقوا عليه ايه اللي انت بتقوله. لكن البنتين التانيين هم غير متزوجتين، هم اللي كانوا معاه، اللي تبعوه هو وزوجة لوط. ده كان قلب متوكل على الله، ان هم سمعوا لكلمة ربنا وسمعوا الارشاد ودخلوا في العلاج، دخلوا في مرحلة العلاج. لكن حتى القلب المتوكل على الله ممكن ياخد العلاج بجدية وممكن ياخد العلاج باستهتار، زي ما ممكن نبدا مثلا في علاج معين وبعد فتره معينه بعد شهر او شهرين او كده خلاص مش فارقه معايا. ممكن اخد الموضوع بجديه، ممكن اخده باستهتار. واللي ادانا الصوره ديت الجديه والاستهتار امراه لوط. كلهم دخلوا في العلاج، كلهم توكلوا على الله، بس امراه لوط ما قدرتش تاخد الموضوع ده بجديه، استهترت. اول ما رجعت وبصت وشافت كانت قلبها لسه في سدوم وعمورة، تحولت إلى عمود ملح. نفس الحكاية في الموضوع في قلب المتوكل على الله. نوح لما قعد ينادي في شعبه سنين كتيرة إن ربنا هيهلك العالم، إن ربنا هيهلك العالم، تعالوا ادخلوا الفلك، وهم كانوا بيتريقوا عليه، وما دخلش غير 8 أفراد، نوح وأسرته هم دولت اللي اتكلوا على الله واللي هم سمعوا للإرشاد وأخذوا هذا العلاج، وكان بيهم إن هو النجاة والقيامة. الثلاث حاجات دولت اللي بنشوفهم قلب قابل للفحص وقلب منكسر وقلب متوكل على الله، هم الثلاث حاجات اللي بنشوفهم لأي إنسان بيروح لفحص دوري، بيكون قابل للفحص الدوري، قابل للإرشاد، وبرضو قابل أو خاضع للعلاج. ودولت الثلاث صفات اللي بيعيشهم الإنسان القائم من الأموات، واللي يفضل يعيش حياة القيامة ديت طول عمره، يفضل الإنسان عايش حياة القيامة ديت طول عمره. وده اللي احنا بنشوفه النهاردة مع توما. توما عدى بهذه الثلاث حاجات. توما كان شكاك، لكن عرض نفسه وفحص نفسه وخلى ربنا يفحص نفسه، وقدر بإرشاد من ربنا لما ربنا قال له تعالى يا توما وحط أصبعك وتعالى وشوف الحربة، آمن توما وقال ربي وإلهي، خضع لهذا الفحص وخضع، وكان بقلبه منكسر قدر ياخد العلاج. ربنا يعطينا حياة الإيمان التي كانت لتوما، ويجعلنا أن نكون لينا قلب قابل للفحص، قلب منكسر، قلب متوكل عليه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.